أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله وجميع الأفخاذ، ما مناسبة ذكر المؤلف لهذا؟ هذه القبائل، يعني لأن القبيلة تنقسم إلى أفخاذ، إلى أفخاذ وإلى أقسام. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله: ما مناسبة ذكر المؤلف هذا ها هنا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أربع من أمتي من أمور الجاهلية، وذكر منها الفخر في الأنساب؟ ما هو هذا من باب الفخر بالأنساب؟ أنت فاهم خطأ. ما هو هذا من باب الفخر بالأنساب؟ هذا من باب تذكير العرب، من باب تذكير العرب بما يجب عليهم لأن يقوموا بهذا الدين، لأن القرآن بلغتهم والشرع بلغتهم والرسول منهم، هذا تذكير لهم وهم من باب الافتخار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.